السلام ومرحبا بكم فيديو جديد في قناتكم قناة أحمد بن عطية، ومرحبا بكم كذلك في اليوم الخامس من تحدي السعادة. من المفترض أنكم في الفيديو متاع أمس حطيتوا الليستة اللي حكينا عليها اللي باش تكون فيها الأشياء اللي فعليا تجعلكم سعداء، والأشياء اللي كذلك إذا كانت تقوموا بها تحسوا بالملل أو تحسوا أنكم فقدتوا السعادة. في الفيديو متاع اليوم إن شاء الله باش نحكيه على حاجة من بين أكثر المنغصات متاع السعادة اللي هي التذمر. التذمر أو التشكي أسلوب حياة ينتهجه الكثير من الأشخاص. يمكن الإنسان يسأل روحه ويقول شنو المشكلة إذا كانت شكيت وإلا تذمرت من الأشياء اللي ماهيش عجبتني واللي دايرة بيا في المرة الأولى، في المرة الثانية، في المرة الثالثة، ماكش باش تحس تغيير في حياتك. لكن كيف التشكي أو التذمر هذا يولي أسلوب حياة بالنسبة ليك، تبدأ تحس تغيير قاعد يصير في حياتك، والتغيير هذا أكيد أنه مش يكون تغيير سلبي. مش يكون تغيير سلبي لأنه بكل بساطة تولي تركز على الأشياء السيئة والأشياء اللي ما هيش عجبتك. التغيير هذا يبدأ يظهر بشوية بشوية في حياتك، يبدأ يصير بحياتك نحو الأسوأ إلى أن ينتقل الأشخاص المحيطين بك. والأكيد أنه ما فما حتى إنسان يحب يكون في المحيط متاعه إنسان دائم التذمر ودائم التشكي. والمشكل أنه في أغلب الأحيان الأشياء اللي نتذمر منها أو اللي نتشكيه منها نكون أحنا طرف فيها، والحاجة هذه خصوصا نشوفوها في دولنا العربية. في أغلب الدول نشوف أنه تقريبا جميع المواطنين أو جميع المتساكنين في الدول العربية يتشكيوا من الأوساخ المنتشرة في الشوارع. لكن في حقيقة الأمر الأوساخ هذه شكون اللي متسبب فيها؟ متسببين فيها نفس الأشخاص اللي يتذمروا منها. تلقاه يتشكى من الأوساخ الموجودة في الشارع، في نفس الوقت مازال كيف كمل يشرب العصير متاعه ويطيش الباكو متاع العصير في الشارع. لذا لازمنا نحاولوا ديما ننظروا للجهة الإيجابية اللي تكون موجودة في الحياة متاعنا واللي محيطة بينا. صحيح يوجد بعض الأشياء اللي ما تعجبناش، ولا بعض الأشياء اللي مش كما نحبه أحنا، لكن ديما لازم نحاولوا ان نركزوا على الناحية الإيجابية ونحاولوا ان نحسنوا من الناحية السلبية في الأشياء المحيطة بنا. من جهة باش نحاولوا ديما نحافظوا على المود الباهي متاعنا وعلى التفاؤل متاعنا، ومن جهة أخرى كذلك باش نحافظوا على المحيطين بنا ونجموا نرفعوا كذلك من المود متاع الأشخاص اللي دايرين بنا. التمرين متاع اليوم ماهوش باش يكون صعيب ياسر، جوست حاول ثاني نهار اللي هو غدوة الحي تركز في الأفكار متاعك، وكل مرة تجي تتشكى فيها من حاجة حاول تعمل بوز وتسأل روحك زوز أسئلة. السؤال الأول، الحاجة هذه اللي باش نتشكى منها باش تبدل لي حياتي وإلا لا؟ والسؤال الثاني، الحاجة اللي أنا باش نتشكى منها هل ننجم نصلحها ونخليها تكون أحسن ونخليها تكون أفضل ونخليها تكون شيء ما عادش أنا نتشكى منه؟ كما قلنا حاولوا انكم تراقبوا الافكار متاعكم، وحاولوا انكم تسالوا لرواحكم الاسئله هذه، وحاولوا زادة تقيدوا تقريبا قديش من مره في النهار كنت انت باش تتشكى من حاجه او كنت باش تتشكى من شخص، لانه التشكي من الاشخاص كذلك في حد ذاته مشكله. واي شخص تحب تتشكى منه ولا اي شخص ماهوش عاجبك، بكل بساطه ما تقعدش بحذاه وما تتعاملش معاه. كان هذا التمرين متاعنا اليوم ان شاء الله اللي باش تقوموا به. للفيديو متاع غدوة إن شاء الله مبقى لي كان مش نقولكم إلى اللقاء، وكالعادة قبل ما نخليكم ما تنساوش تشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس باش يجيكم إشعار كل ما نهبطوا فيديو جديدة، وتضغطوا زر لايك. وللفيديو القادم إن شاء الله مبقى لي نقولكم كان إلى اللقاء.